مع اقتراب موعد الدخول المدرسي بدأت العائلات الجزائرية في التحضير لهذا الموسم الدراسي بشراء المستلزمات المدرسية من محافظ مآزر وأدوات. فبعد ارتفاع الأسعار خلال السنوات الأخيرة، وزارة التجارة وترقية الصادرات نظمت معارضا خاصة عبر كل ربوع الوطن لبيع اللوازم الضرورية للدراسة بغرض التحكم في الأسعار. بارابور لي بخي على برا ناقصين بزاف، عندي 3 دراري 1,100,000 الحمد لله، كملت لي كاع لي زافير بالكارطابل بكلش. نقولوا كيما شفت كذا مكتبه برا، بصح لي بخي هنا ناقصين بزاف. وديسبونيبل الكراس 288 صفحه، برا لقيتو 32,000، لهنا لقيتو 27,000. هاوليك هذا طرافو براتيك، عمل تطبيقي طرافو براتيك حجم كبير، 4,500 على برا، 9,000 15,000 16,000. في عائلة اللي يكون فيها 6-5 دراري، 4 عائلة يقدر يشري منها في متناول الجميع. عائلة علام استغلت الفضاء الخاص وتوجهت اليوم نحو معرض الصبلات من أجل اقتناء اللوازم المدرسية لأبنائها الثلاثة قبل شهر واحد على موعد الدخول المدرسي، نظرا للأسعار المنخفضة مقارنة بالمكتبات والأكشاء التي لا تعرف استقرارا في أسعارها. جينا اليوم نعرض سلع إنتاج محلي وسلع إنتاج مستورد. الأسعار راهي في متناول الجميع، تلقت استحسان من طرف المواطنين اللي راح يشري. بالنسبة ماشي يشري ساكادو على برا، يشري هنايا ثلاثة يقدر يلحق ثلاثة يكفي العائلة تاعو. الأسعار راهي تتراوح من 80,800 دينار حتى 300,000 3,000 دينار. أسعار راهم في متناول الجميع، أسعار متنافسة، قرار يصرهم بين 7,000 8,000 حتى 15,000. العام اللي فات كانت 96، كان دار 8,000 9,000، وهذا العام راه داير 7,000. انخفاض معتبر للأدوات المدرسية تشهده المعارض الخاصة، هذا ما سيمكن ذوي الدخل المتوسط والبسيط من شراء كل حاجيات أطفالهم قبيل الدخول الاجتماعي المرتقب.